جميع الناس يحرم فرصة المشاركة في ست ألعاب مختلفة. All of you in this room are living on the edge. Let's play the game. Yeah, it's super cool. I didn't expect it to be so realistic. It's a really physical experience, and I feel like in the movie. It's amazing. كيف مع صديقتي انا صديق جينا هنا اكسبيرينس حلو وانبسطنا شفنا الشوز والالعاب كانت مره حلوه وكريتيف صراحه المكان والله شيء هذا جدا يثلج الصدر صراحه من اروع الاشياء اللي شفتها هنا بالرياض والامانه انه ترى من اشد المعجبين للمسلسل هذا فشيء شيء جميل جدا ما توقعت ابدا اجي بيوم واشوف مكان مبهر زي كذا مكان اللي هي اللعبه الكبيره كانت تحفه وانا اركض احس بالرهب احس انهم بيطلقون علي باي لحظه فكنت انتفض بكل مره اوقف فيها نقلنا هذه التجربة في الرياض وفي موسم الرياض تحديداً على مساحة 5000 متر مربع وباستيعاب 50 إلى 70 شخص في الراوند الواحد عندنا تقريباً 8 راوندات في اليوم الواحد والحمد لله رب العالمين لقينا رواج كبير جداً وحضور كبير أيضاً من سعوديين ومقيمين انبهار كبير جداً من الحضور لهذه التجربة Thank you.